مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله اللي هنستعرضها معاكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 الظهر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وده بعد انتهاء مدة العشر أيام اللي حددتها الهيئة لتلقي طلبات الترشح. وحددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم يوم الاثنين. النهاردة هتبدأ الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية زي السكر وزيت الطعام والرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة، وده بتخفيضات تتراوح من 15% لـ25%، وتم التوافق أيضاً مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالجيزة هيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30,000 معلم على موقع المديرية بالاسم والرقم القومي، وأشارت المديرية إن النتائج هتعلن بالإدارات التعليمية يوم الحد الموافق 15/10/2023 طبقاً لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي لاستيفاء مسوغات التعاقد وجاري التواصل تليفونياً مع المتعاقدين. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 7 من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة إيطاليا ومالطا الساعة 10:15، في نفس التوقيت مباراة بلغاريا مع ليتوانيا.